ممنوع الكليات الاخرى تاثيرات عقليه قصد اعاده توزيعها هم تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتخزين كميات ضخمة من المؤثرات العقلية قصد إعادة توزيعها وترويجها على مستهلكيها. على إثر هذه العملية تم توقيف شخصين بحوزتهما كمية معتبرة من هذه السموم قدرت ب 30300 كبسولة من الأقراص المهلوسة، وكذا مبلغ مالي يقدر ب 146500 دينار جزائري من عائدة الترويج.